اتفضل يا دكتور. دي انا واحد منطقة بقى البراء العين، ودي حتة مشهورة كتير عندنا، خلف في الظهر دي مشهورة حتى مع أعلى الأجسام حتة. الرفيعة. بالظبط، الحتة بتاع البراء العين الحقيقة الفيزر زي ما أنت شايفة بيشفطها اشتغلها وبيرسم خالص. الوسط كمان، يخليها فلات تماما ويدي الكيرف الطبيعي اللي احنا بنسميه النحت. برضو الظهر هنا مميز جدا، الفيزر فيه وما بيحتاجش اي شد جراحي ولا اي جرح، وده بيتم من خرم 2 مللي، تلاقي الشكل زي ما انت شايفه رسمه جديده خالص للظهر. احسن حاجه كمان في الفيزر غير ان هو بيشفط وشاد يا دكتور، ما بيسيبش علامات، ودي لا بتضايق قوي. مفيش طبعا مفيش علامات خالص، جرح، احنا بنعمل مفيش. حاجه تجميليه، فلازم الشكل النهائي زي ما انت شايفه هنا برالاين عنيف، ومفيش جهاز في العالم كله ممكن يدي النتيجه دي غير الفيزر بالطريقه الجميله اللي انت شايفاها والرسمه. وما يعتبرش جراحه، احنا ممكن لا هو يعني مش، هو ما فيهوش اي جراحه على مش الاطلاق. جراحه وتخدير ممكن موضعي المنطقه بس اللي احنا لو هي عايزينها. منطقه واحده ممكن التخدير الموضعي، لكن لو مناطق كتير لازم قول بنحتاج تخدير كلي او نصفي. طبعا دي شايفه الذراعين. يعني هنا طول الجلد قل 6 سنتي في الذراعين، يعني شفط الدهون وقلل طول الجلد او الديامتر القطر بتاع الجلد 6 سنتي برضو هنا زي ما انت كمان شايفه. هنا لا ترهل، اختلاف في فرق، انا لو شفت كده افتكرها جراح، هو زي ما انت شايفه مفيش جرح افتكرها على الاطلاق. حد قص يعني. طيب هنا كمان شايفين الفرق قبل وبعد، طبعا حلو جدا في سيشن واحده وبتروح على طول ومفيش اي جرح سايبه بالظبط، او هو ميزته علامه ان هو برضو مفيش، المريضه مش محتاجه ما راحه، تباتش. مش محتاجه اجازه زي ما انت شايفه. تسدي بقى عند الرجال كمان بقى البطن والصدر والبطن المشهورين، ده حد رياضي لكن للاسف الدهون مغطيه العضله بتاعته، سواء عضله البنش في الصدر او عضله الريكتوس اللي هي السكس باجز اللي موجوده في البطن. زي ما انت شايفه مجرد ما بنعمل له شفط بالفيزر، لان الجلد بيلزق على العضله مباشره فبيبرز فيبان العضله. ده كل احيانا في الولاد ناس ما بقاش هيحبوا عندهم الموضوع. العضله ويبقى عايز نعمل له سكس باجز، فبنرسمها له فيج على الجلد. لا خدوا بالكم بقى عشان كده يبقى فيك بقى خالص. ناخد بالنا. طيب شايفين طبعا البطن هنا دي بتبقى بعد الولاده باينه جدا، يعني هنا السيده دي مش تخينه بالظبط، بس في نفس الوقت عندها بطن خدي طالعه بالك لبره. ده وضع ناس كتير بتحافظ والله. على نفسها، وصفه وراثيه في كتير من بناتنا وسيداتنا، ان هي رغم انها سليم ووضعها كويس لكن عندها مشكله حته في منطقه. بتبان لما تبقى لابسه لبس تايت في البيت او خارجه او في سهره او حاجه زي وهنا كده، كمان تبص تلاقي شكل البطن هي مش حباه. مضايقاها. بالظبط، هنا كمان دي بطن كبيره شويه كبيره. طبعا زي ما انت شايفه بس بقت حلوه جدا. لما احنا يبقى نسبه حجم البطن معظمها دهون، النتيجه بتبقى سحريه زي ما انت شايفه. احيانا نلاقي دهون وعضله، فنقول للمريض احنا قدامنا زي ما انت شايفه البطن هنا رسمت العضله نفسها. بينتها. بنقول للمريض انت لو احنا عملنا لك فيزر بس، ده لو العضله عنده ضعيفه وعامله كيرف، لو انت هنعمل بالفيزر هيشفوا دهون. هتاخد نتيجه 80 90%، هتفضل عندك عضله بسيطه قبه سنه. لو انت عايزها 100% حاجه من اثنين، يا تعمل رياضه كمان فتكمل النتيجه، يا اما احنا نعملها لك بجرح تجميلي صغير. تمام. شايفه الشكل لا احنا النحت الجميل؟ ده النجوم بقى يا دكتور، يعني بنشوف النجوم والنجمات. والله اصبح ده متاح لكل الناس، بس ده قصدي الشكل الشكل اللي البنات كلها النجوم عايزاه. انا عايزه هي تتمناه. عامله جسمها كده ازاي، بالظبط هي بالظبط، رسمه جسمها كده ازاي. ده الفيزر يا جماعه، النحت او الرسم ده الفيزر. هنا التثدي برضو عند رجال دي مشكله، ده كان خصوصا زمان الصيف بيسموه بقى. الديسك، اللي هو ان الثدي يبقى فيه ديسك كده كأنه غدد لبنية، دي بتبقى كنا محرجه لازم جدا. نعمله جراح. لا بالفيزر زي ما انت شايفة بيختفي تماما ويبقى مش موجود على طب ممكن الإطلاق. نعمل فيزر اكتر من مره؟ يعني انا شايفه الحاله دي مثلا طبعا بان الاختلاف جدا، بس لو هو عايز اكتر تنصحه بجراحه ولا فيزر؟ والله الفيزر الحقيقة بيجيب ماكسيمم ريزلت بتاعته او النتيجة القصوى من مرة واحدة، يعني ما بنحتاجش نعيد فيزر على فيزر، هي مره واحده هي مرة المفروض هو خلاص. بيجيب النتيجة القصوى اللي هو ما فيش المريض حاجة عايزها. بعدها، يعني بعد الفيزر ما فيش حاجة ممكن تدي نتيجة فهمت أحسن. كده.